أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد سمعنا فتوى أن اللحية إذا كان فيها تشويه للصورة فيجوز الأخذ منها أو حلقها، فهل هذا صحيح؟ لكن الحمد لله ما شفنا لحية فيها تشويه للصورة أبدا، ما شفنا إلا أنها الجم للصورة والحمد لله، والذي خلقها هو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فوضع اللحية في مكانها اللائق وقدرها بما يجمل الرجل، ما شفنا تشويه، لا هذه دعاية. نعم.